طبعا هاي الثورة اللي خجل بها جميع الشعب حاليا، جميع الشعب، كل الطوائف، كل المعتقدات، الطلاب، جميع النقابات. هي ثورة ضد الظلم، ضد المحاصصة، ضد الفساد. اليوم لا ظلم لا فساد، الشعب جميع يتحرر، الكل يطالب حقه السلمية 100%، السلمية بها تامة. كل من يقوم بأعمال شغب لا يرجع إلى هذه الثورة، هذه ثورة سلمية. الآن حان دور الشعب لتحديد مصيره. الشعب انتفض بعد ماكو لا أحزاب، لا محاصصة، لا سياسيين فاسدين. الشعب حاليا انتفض بالسياسة، السياسة اللي جاي تنك بالشعب، جاي تاكل من لحم الشعب، جاي تدمر بالشعب. إلى أن الشعب انتهى وصار عبارة عن هيكل فقط للعراق. إحنا ما نعرف شنو العراق، نفش فقط شغل العراق. لا فد يوم عشنا راحة، لا فد يوم عشنا طمأنينة، لا فد يوم عشنا بحياة رفاه. الدول وين وصلت؟ وصلت أعلى أماكن، وأنا بعد ما ندور. أبو الشهادة يشتغل بعربانة، وين بيا مجتمع أبو الشهادة يشتغل بعربانة؟ وين صايرة هاي؟ يعني احنا العراق هذا بلد النفط، العراق نطوف على قطعة سوداء من النفط. بهاي 2016 العراق يتظاهر على مود والله ماي وكهرباء وما ادري شنو حقوقه، هاي اصل حقوق. الوادم بالخارج جاي تتظاهر على مود اعلى الخدمات، اعلى الخدمات تتظاهر على مود، على مود شنو نتظاهر على مود الشعب؟ على مود والله خدمات بالشارع. احنا العراق، احنا بلد اللي عاش اعظم 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 جهات احنا اسسناها بالعراق. احنا بلد الحضاره، احنا بلد العلم، احنا بلد الكتابه، احنا بلد الانبياء، احنا بلد الائمه، اللي احنا اللي اسسنا اساس العلم بالارض هاي. تاليا والله نظهر على مود خدمه صغيره هو العراق. افاي والله هذا العراق اللي قاوم حتى الدواعش هاي اللي ما قدرت لهم جميع الدول. لا تقول لي امريكا وما ادري امريكا، هم امريكا اللي اسسوهم، واحنا جاهدنا امريكا وقاومنا وحاربنا وانهينا جميع اساس الفساد بهذه الارض. تاليا والله حكومة، هذا الشعب اللي طلع بالملايين قاد على غير حي حكومة، قاد على غير 100 حكومة وراها سلمية وتبقى سلمية. وهذا كل شيء أقوله. طلعنا مظاهرة هذا الأسبوع الثالث، يعني نطالب الدولة والحكومة خي يطلعون كاف ملينا منهم والله العظيم. يعني مو وضعي الدستور، نريد نغيره، يعني نسوي النظام رئاسي كافي، نجيب حرامية يرجعونا حرامية. انتخبناهم صارنا يعني من 2003 اليوم هذا كاف عمي استحوا ملينا منكم، الله وكيلك تعبنا. يعني انا خريج صار لي 3 سنوات كليه علوم، هاي يعني كليه العلوم لو تسدوها لو تشوفوا لها حل شوفوا لها صرفه خوش. يعني هسه شلون باي الحاله طالعين مظاهره هاي يوميه هنا، وما ادري يعني شو سولف شو تحكي وياهم، ما ادري كارثه والله العظيم. ادري لزقت معيدي، لا هو يقول لك لا تدلل معيدي على باب بيتكم، اجوا لا حفة هاي من هناك اجوني كذبوا الدولة. هذا المعيدي هذا اللي ما عنده فلوس اللي ما شايف وشاف بعد لو يجي ربه ما تهد ما يهد الدولة. عم اطلع اطلع كافي ملينا منكم، الله وكيلك. اخواني شهدانا ذول راحوا على يادنب، هذا الطبيب، هذا العامل، هذا اللي عنده بسطية، والله العظيم شفت له حالة هنا بالناصرية، هذا الخيقاني اجي فلش بيت على مره وماتت المره، هاي وحده. والثاني شيء بالنجف فلشوا بيته على راسه طاحت بيته انكسرت، اجوا النوب شال خيمته فلشوا بيته راح بناء له خيمه حرقوا خيمته. دول شو يسميهم؟ اسمعني اعطيك مثل، يروحون لامريكا يغسلون دماغه بمن بسرنجه. احنا نريد شهداء من عندهم، لا والله لو سنه لو سنتين لو بعد 20 سنه زين وراهم وراهم، هاي وحده. وما نريد هذه العامل يرجع، وما نريد بعمامه لابس عمامته وقاعد بالبرلمان. شو نريد غير يعطي حق الشهداء الفقراء؟ والله اعطيني العراق انا سنه اعطيك انتاج. هذا عينه وهذا عينه، هذا حداد هذا حداد، هذا كناس هذا طباخ، اسويها من فلاح من صحراء كلها انتاج. شلون يسوي لك هو عبد عندي؟ انا اسوي انتاج، انا اعطيك انا اعطيك انتاج يا اخويا. بعد روح روحك انا اعطيك انتاج، اعطيك امن. اول ما شغل الشباب الطبيب الدكتور العامل الفلاح الحداد ابو غنم كلها شغل. هي شنو شغلاتها؟ شغلات بسيطة صغيرة. والله عند مرة عجوز تعبانة مريضة مقرمة قالت يمه تعال هي شنو هي هاي الشغلة؟ قلت لها هذا عامل يشتغل بالخشب، هذا فلاح، هذا فلان شيء. شهداءنا انتظارات وياي سلمية في ذي قار، شهداءنا نريد من حقهم، مو سنة لو 100 سنة احنا وراهم. ظلت شغلة أمريكا، أمريكا احنا دولتنا
يعني فاشله، بين قوسين فاشله، فاشله الدوله فاشله. ترامب يطب لا بسياده لا بدعوه لا بشيء، يطب بكيفه ويطلع بكيفه، يصور بكيفه ويرجع بكيفه، يعني كما شخص رايح ل كل شيء. وما يطلع من العراق، يعني لا شيء طلع وقال امريكا تطلع من العراق، لا شريف طلع من الوزير، وزير الدفاع، وزير الداخليه، السيد الرئيس، كلها فاشله كلها فاشله. الشعب العراقي وضعا مزريا ماساويا، بينما من يدعون تمثيلها في البرلمان والسلطه والله العظيم قاعد يسرقون من قوت الشعب. ان ضعف الخبره السياسيه والمحاصصه وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وفشلت الحكومه في اقرار الاصلاحات ومكافحه الفساد والفقر والبطاله وتقديم الخدمات الضروريه وعزها من توفير الامن للمواطن، هو السبب اراء الماساة الذي يعيشها الشعب. العالم يتقدم ويتطور ونحن نتخلف ونتأخر، العالم من حولنا ينعم بالحياة ونحن نعيش في العالم لأموات لا رفاهية ولا خدمات، والمواطن يتحاصر لأزمات. الطريق لدينا قديمة بدائية، المدارس ما زالت طينية، ورغيف الخوف شحيحا في بلادنا الغنية والنفطية. الشعب عندما يطالب التغيير ونحن نيام يشكو أحددا آخر، إذا لا عجب إن يستمر الحال إلى ما هو عليها. في الكرامة مهدورة والحقوق مسلوبة والظلم شائع والمواطن ضالع والسياسة ضالع والمتظاهرين قامع والشياطين تابع، تحرك هالمصالح والمنافع إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. مدينة الناصرية، الناشط المدني بدر السعيدي، شكرا جزيلا على ما 16 سنة كل شيء ما مسوي للشعب غير أحزابهم تنهب وتسلب، عمره دول السعودية على إيران على الناس تابعة كل مدى أحزابهم، ظلت حنا مطالبنا بعد شلع خلع. يعني أي حكومة بعد انتهت هاي الحكومة باعتبار من اليوم هي ساقطة، لكن حنا اليوم يمكن رافعين علم عراقي مرة ثانية، يمكن كل واحد يرفع بندقياني تسمع، والله كريم إن شاء الله، هم يومهم قريب. مسيت العافيات، شلونكم؟ زينين؟ عدكم كهرباء واوضاعكم زينه؟ احنا اهل العراق اللي عندنا بس احزاب تاكل بالوطن وتكفر بدينه، احنا اللي عندنا حوبه وطفت ما ادري شلون، لا جابت حقوق ولا تصافينه، احنا اللي عندنا خمس وجوه للسلطان ننتخب لحد ما تنترس عينه. نحن خريجين تربيه الانسانيه قسم اللغه العربيه، جينا نطالب بحقوقنا المشروعه أمام تربية الذقار وتطبيق العصيان المدني الإجباري على موظفي الدولة الذين لم يطبقوا العصيان المدني الذي قام به النقابات العمالية ونقابات المعلمين، والآن تم تطبيق العصيان المدني الإجباري بإخراج موظفين التربية إجباريا من قبل المتظاهرين السلميين سلميا وبدون أي أعمال شغب، ونحن مطالبين بالتعيينات دفعة 2015-2016 لحد الآن، وترك المحسوبية والمنسوبية للأحزاب السياسية وحقوق، وجعل الشعب متساوي، لا سياسي لا شهيد، حقوق واحد، مطلب واحد، وهذا مطلبنا الوحيد اللي جينا به، وحقوقنا المشروعة لازم أن تؤخذ، والحقوق تؤخذ ولا تعطى. أوقفنا بعد عطوتكم الزيارة من تقضي بعد ما إلها كل شارة، نشد أعلامنا ونكسر الخضرة ذات ويانا البصرة وعمارة، ولو مو حيرميكم ما يرجعنا، شيلوا سلاحكم وانا بحجارة، حسبوا يمكم ترى ما باقي من هنشي، مليونية جت ورايدة بشارة، صار الحكي انه وما لكم داعي، انتخابين العراق واحنا ثوارة، عمر خلص بحسرة واخوي دموع، شعلتوا الفقر بينا وصرنا نارة، موضوع الوفاة بيومنا روتين، وعدنا الموت صاير تشت تجارة، عراق وصار بيد فلان وفلان، شو اسولف لك عن همومة واخبارة، لكن بيد الله تقضي هالايام ويطيح البرلمان وتسمع اسراره. قصيدتي بعنوان الوحدة الوطنية، وحق للي وصل للبار وصعد فوق البراق، وحق للي وصل للبار وصعد فوق البراق،
تعيش بوحدة اسمك وأبد ما أردنا الشقاق. بشر يا وطن ما طاب جرح البيك، ما واحد جاك وجرحك يشلك قبل أستاهدك أنت دوا المعلول. هسبت المريض وبيك ألف عدلة، يلكلك حضارة منين ما مر بيك، من بغداد والأنبار من ذقار والحلة. عزم شعلان عندنا وضاري المحمود وثورة العشرين وفن علينا يريد يزعله. بعت سيوفنا والخيل مسروجات أصايل ما شوفن بين الهزلة. هاونا يدق من طلعة المصباح إذا ما شوفها من الصوت نندله. وعلمنا العراق نسكابر على الضيم وبعزة نفس نقضيها مو ذلة. من زاخل أحد دفاع وعدنا سيوف بتارة، سنة وشيعة ذول أخوان عيب نقول تسيارة. خلنا خلي إيد بإيد خلنا نحزم الكارة. كبي أيوب وجميل بشكل يوسف كلك الصير، صحيح أخوان عندك منك تغار بس هالمرة حارة وما لقوا بير. وعلى طلابة قميصك عندك شهود ما شيدوا عليك شهود تزوير. عجيب أنت سفينة ولام الناس تحدت روج بحرك ولا عاصير، ولين نوح اللي يقوده هو ربان عكس الريح من دارة ولا الدير. عراقدت الشرف والسمعة والطيب مثل الشجرة تحب لمس العصافير. عراقدت القول ما هزتك ريح ولقام الدول تاخذ تصاوير. أبو جفوف التمتها وتطعم الجاع تشبع جارك من خبز التنانير. أبو جفوف اللي يمتها وضد اللي يعي طقم بالشجاير طق شواجر. حنين وقلبك أبيض مثل الأطفال تصب دموع عينك صب نواعي. وبوطننا ولدك إحنا وباكر تشوف نعوضك بالفرح وإن شاء الله تصير. خرجنا اليوم في محافظة ذيقار ترحم الله شهداء، شهداء ذيقار الذي استشهدوا في ذيقار كانوا في يوم 29 و 28 و 30 واليوم 40يتهم. نحب نواسي عوائل الشهداء وتضحيات نقدم لهم ونحب نساعدهم بكل شيء يحتاجونه من عندنا، بمال بالبن وكل شيء، كل شيء يحبونه يحتاجونه. ونكون نقول لهم يعني ترحم الله أرواحهم ونقرأ الفاتحة تضحيات لهم ونقدم المواساة لهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعزي الناصرية بذكرى أربعينية شهداءنا الأبرار الذين بذلوا أنفسهم من أجل الحق وإحقاق الحق ومن أجل أن نبتعد عن الحزبية والطائفية والمحاصصة. هؤلاء الشباب الذين بدلوا دماءهم بأن يكون لنا وطن وباعوا أنفسهم من أجل الوطن والمواطن ضد الأحزاب وضد التبعية المزرية التي باعت الوطن والمواطن بالسلاح والقنابل. فتحسن لهم ولديدنهم الشئيم الذين أرادوا أن يقضوا على هذه الثورة وهذه النهضة، لكن أبت الناصرية بأقضيتها بنواحيها أن تكون لهم الكلمة العليا ليقفون بوجه هذه الطبقة الفاسدة والتبعية المزرية. وواقعا لما نشاهد الساحات ممتلئة بهذه الكفاءات وهذه الصيحات المنادية بالحرية، هم لم يخرجوا من أجل مذهب أو طائفية أو حزب، وإنما خرجوا من أجل إصلاح الدولة وإصلاح هذه الطبقة الفاسدة. وإن شاء الله مستمرين حتى زوال هذه الطبقة الفاسدة لنجلب لشبابنا وطن بصريح العبارة مماثل لأن نعيش به بكرامة. ومرة أخرى نعزي آباء الشهداء وأمهات الشهداء ونرفع لهم القبعة ونسأل من الله أن يرحم شهداءنا الأبرار برحمته الواسعة ويلحقهم بالأبرار الصالحين. والحمد لله رب العالمين. دم ظل على الأرصفة، دم ظل على الأرصفة بقد ما عليها تراب، دم ظل على الأرصفة بقد ما عليها تراب، كل الشبير الفروق، كل الشبير الفروق، من رحت شايل علم ورجعت شايل شاب، ورجعت شايل شاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. نعزي عوائل وذوي الشهداء الذين سقطوا في ثورة أكتوبر، وإن شاء الله مستمرين بهاي مظاهراتنا وما نرجع إلا تحقيق المطالب وسقوط هاي الحكومة الفاسدة. وشكرا ولنا ولكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اليوم المصادف 40 الشهداء الذين سقطوا على جسر الزيتون، الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار للقتل الأشرار. سوف نبقى ماضين بتحقيق مطالبنا المشروعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أعزي عوائل الشهداء بمناسبة 40ية الشهداء 28، وأتمنى لهم الصبر والسلوان، وإن شاء الله سنمضي على مسيرتهم ونحقق مطالبهم بإذن الله ولم نتراجع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحن أبناء ذي قار نقيم هذا اليوم التشييع الرمزي لأربعينية شهداء جسر الزيتون، فنحن ندين ونشجب ونستنكر الاعتداء الذي طال شهداء الناصرية على جسر الزيتون من قبل الأحزاب الفاسدة والميليشيات الوقحة التي عانينا منها الكثير في الفساد في الدولة العراقية. ونحن بدورنا نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل الذي طال أبناء محافظة الناصرية على جسر الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا هذا اليوم للوقوف مع جماهير محافظة ذي قار للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وهو إسقاط النظام أو تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لأن ثبت فشل النظام البرلماني وذلك لفساد كثير من النواب والوزراء الذين لم يقدموا أي شيء لهذا الشعب. هذه الجماهير خرجت تطالب بحقوقها، ونحن ندعم هذه الحقوق ونشد على أيديهم ونطالب من عندهم الاستمرار والحفاظ على سلمية هذه المظاهرات. أطباء محافظة ذي قار ونحن معهم واقفين مع هذه الجماهير مساندين وداعمين لهم إن شاء الله.
كلها طبق السوا حاليا واقف انا بالنص كامرتي وياي يا خاي كامرتي واقف قدام يا اخي جو Thank you.
وياهم هاي كلها طبقة سوا حاليا واقف انا بالنص كامرتي وياهم. يا يا خاي كامرتي واقف. ها قدام يا اخي جو هاي عسكري.